بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السادة الزملاء الحضور من وفد صندوق النقد، اسمحوا لي أرحب بكم جميعا في هذا المؤتمر الصحفي اللي بنعقده الحقيقة بمناسبة زيارة السيدة كريستالينا لمصر. واسمحوا لي في البداية أن أتوجه لسيادتها بالتهنئة بمناسبة إعادة اختيارها كمدير تنفيذي للصندوق لفترة ثانية، وده طبعا يعني نتيجة لثقة الحقيقة كافة الدول والشركاء في الصندوق في هذه المؤسسة العريقة في كفاءة وفعالية إدارة سيادتها للمرحلة الأولى، وكل تمنياتنا لها بالتوفيق في المرحلة الثانية. والحقيقة يعني إنها كانت رسالة مهمة جدا أن تستهل الفترة الثانية من يعني رئاستها للصندوق بأن تقوم بزيارة مصر. واليوم شرفنا سويا بلقاء فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للترحيب بسيادتها ومناقشة الخطوات المستقبلية للبرنامج المشترك ما بين جمهورية مصر العربية صندوق النقد الدولي. وبالتالي الحقيقة يعني لن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع، وسأترك المجال للسيدة كريستالينا لكي تشرح لسيادتكم يعني بعض التفاصيل. ولكن الشيء المهم الذي أود أن أشير إليه أن المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد، وأن فريق العمل من الصندوق سيبدأ عمله اعتبارا من بعد غد إن شاء الله مع كل الزملاء من البنك المركزي والوزارات المعنية. مرة أخرى يعني الحقيقة أود أن أعرب عن ترحيبي سعادتي بوجود السيدة كريستالينا في مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، وأهلا وسهلا بك في مصر. الكلمة لك سيدة كريستالينا. السلام عليكم. السلام عليكم. Thank you very much, dear Prime Minister Mavlou and colleagues for hosting me in Cairo today. I was so delighted to meet President al-Sisi again, and as always in our meetings, it was very informative and inspiring for how we think about our partnership between Egypt and the IMF. I came this time to pay my respects to President al-Sisi, to the government of Egypt, and above all to the Egyptian people, for the remarkable strength you have demonstrated at a particularly difficult time in this region. And I want to also tell people from here, أردت أن أخبر الناس من هنا من القاهرة كم تقدير صندوق النقد الدولي لهذه الشراكة، وأننا نقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرار مصر وتطورها وتنميتها الاقتصادية. لقد عرضنا لهذا الدعم في أبريل عندما اتخذنا قرار زيادة برنامجنا من 3 إلى 8 مليارات دولار، حيث أدركنا أن الظروف قد ازدادت صعوبة ليس بسبب خطأ ارتكبتموه، ولكن بسبب الظروف في المنطقة. أيضا قمنا بذلك لأننا أدركنا الالتزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها مصر بالفعل
وذلك من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد. أولاً، انتقلت مصر إلى نظام مرن للسعر الصرف وتمكنت من التخلص من التراكمات. وبالطبع هنا أود أن أثني على جهود السيد حسن عبد الله محافظ البنك. Egypt has increased the role of the private sector. زادت من دور القطاع الخاص فيما يتعلق بنمو وفرص العمل، وهذا من الأهمية بمكان إذا ما أردنا أن نمنح الفرص للناس وخاصة للشباب، الشباب المصري. ثالثاً، مصر عززت من الحماية الاجتماعية، وذلك عن طريق الانتهاء التدريجي من الدعم الحكومي، وذلك من أجل أن يكون الدعم الحكومي المتبقي موجها لمن يحتاجونه بالفعل. هذه التحركات أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ومؤشراته، وتعزز من الفرص المستقبلية، وأيضا الكثير منها أظهر نتائجه على الأرض بالفعل. النمو ارتفع للعام المالي 25، نتوقع 4.2% في مقابل 2.4% في العام الماضي. التضخم ينخفض، وصل إلى 37% العام الماضي، والآن وصل إلى 25 أو 26%، ولكن يوجد اتجاه لخفضه ليصل إلى 16 أو 17% بنهاية العام المالي. وهذا مهم جدا للجميع، ولكن خاصة للفقراء وللطبقة المتوسطة في مصر. وبالطبع تراكم الدين قد انخفض، وذلك يعني أن مصر قد أصبحت أكثر أماناً في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية. الإصلاح ليس سهلاً. أود أن أثني على جهود الحكومة والشعب المصري. إن رسالتي لكم هي أنني على ثقة تامة بأنكم سوف ترون فوائد هذا الإصلاح في صورة اقتصاد مصري أكثر ديناميكية ورخاء. نحن هنا في العاصمة الجديدة، وبالطبع ذلك يظهر لنا ما يمكن أن نحرزه من خلال الإصرار. وهنا الإصرار بالطبع أتحدث عنه من خلال ثلاث زوايا. أولا، ما يمكن أن يتم من أجل الحصول على استقرار أكبر للاقتصاد الكلي، وكيف نيسر من خفض نسبة التضخم. ثانياً، ما الذي يمكن فعله بالنسبة لازدهار القطاع الخاص ومن أجل خلق فرص عمل لأكثر من مليون شاب يدخلون سوق العمل كل عام؟ وما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها السلطات المصرية في هذا الصدد؟ ثالثاً، كيف يمكننا أن ندعم الأهداف المصرية في مجال الاقتصاد الأخضر؟ وعليه سوف أناقش هذا الأمر في الأسبوع المقبل فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى ذلك. هناك الكثير مما يجب أن نفعله. العالم يتغير بسرعة مضطردة، وذلك يتطلب منكم ومنا مرونة وقدرة على التكيف، وفوق كل شيء البحث عن الفرص والسعي ورائها من أجل شعب هذا البلد الجميل. لقد أتيت إلى مصر في زيارات عدة، وكل مرة أتي هنا
يذهلني تاريخ مصر وثرائه. بالطبع لقد انتبهت إلى قصة الكلب الذي صعد إلى قمة الهرم، ودائما ما أغتنم الفرصة لأستمتع بالطبيعة، ودائما دائما أستمتع بالشعب المصري الرائع. شكرا. اسمحوا لي في نهاية المؤتمر أن أوجه كل الشكر والتقدير للسيدة كريستالينا جورجيفا المدير التنفيذي للصندوق النقد الدولي على هذا المؤتمر الصحفي. والحمد لله يعني الشراكة بين مصر والصندوق يعني شراكة دائما كانت يعني في مثمرة وفي توجه لدعم مصر في كل خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي. وإن شاء الله نتوقع بإذن الله مزيد من الشراكة الناجحة والمثمرة في خلال الفترة القادمة. وأعتقد الرسالة اللي وجهتها سيادتها كانت واضحة، إن احنا نتعامل مع عالم يعني يشهد حالة غير مسبوقة من عدم اليقين والسرعة الشديدة جدا في وتيرة التغير، وبالتالي لابد على كل الحكومات أن أيضا يعني تتعامل مع هذه التحديات الغير مسبوقة وتكون أيضا أسرع من التغيرات التي تحدث لكي تحقق النجاح والنمو الاقتصادي المأمول. مرة أخرى بشكر حضراتكم جميعا وكل الشكر والتحية للسيدة كريستالينا على زيارتها لمصر، وإن شاء الله ما زال لدينا اليوم العديد من الأنشطة والخطوات التي يعني سنستغل فيها وجود السيدة كريستالينا في مصر. وأهلا وسهلا بك سيدتي مرة أخرى في مصر. شكرا لكم جميعا.